هاي ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ومبسوطين معانا. بس 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 في ايه في ايه في ايه؟ ما تقعديش تزعقي لي. ماشي يا بنت. ستوب ستوب ستوب، ايه الخناقه دي؟ ايه الخناقه دي؟ في ايه اللي بيحصل؟ ليه بتتخانقوا كده؟ على فكره بتحبيني انا اكتر. لا انا الصغير بتحبيني انا اكتر، وانا الكبيره بتحبيني انا اكتر. لا مين؟ انا اللي حلو، انا اللي بضحكها وبخليها تقول ها ها. ثانيه ثانيه، انتوا بتتخانقوا. ثانية واحدة، انتوا بتتخانقوا على ايه؟ عشان انا مش فاهمة مين بيحب مين، انا مش فاهمة حاجة. قولي لها قولي لها قولي لي. كوكي مامي بتحبيني انا اكتر؟ لا مامي قولي له قولي له. ثانية، يعني انتوا بتتخانقوا ماما بتحب مين اكتر؟ ايوه، عشان هي مش مصدقة ان ماما بتحبني انا اكتر. بتحبيني انا اكتر؟ لا طبعا، استنوا بس، ماما بتحبك يا تيكو وبتحبك يا تيكا، انتوا الاثنين زي بعض اصلا، مش بتحب حد اكتر. لا طبعا اكيد في حد اكتر. اكيد بتحبني انا اكتر عشان كويسة بسمع الكلام على طول. لا هي بتحب تيكو وبتحب تيكا، بتحبكوا انتوا الاثنين زي بعض بالظبط، حتى لو مش بتسمعوا الكلام او بتسمعوه او حتى لو بتعملوش اي حاجه او بتعملوا، هي بتحبكوا زي ما انتوا كده، مفيش حد اكتر من التاني ولا حد بيعمل حاجه احسن من التاني، بتحبكوا انتوا الاثنين زي بعض بالظبط. ايوه طبعا. عارفين زي ايه كمان؟ زي ربنا، ربنا بيحبنا كلنا زي بعض قد بعض، وبيحبنا كتير جدا. لو انا شقي او لو بعرف ارسم او لو شاطر في المذاكره او لو مش شاطر في المذاكره او لو بلعب رياضه او لو مش شقي، لو هادي، لو اي حاجه، ربنا بيحبنا كلنا من غير حتى ما نعمل اي حاجه خالص، هو بيحبنا جدا 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 زي بعض بالظبط. ازاي يا كوكي؟ يعني هو بيحب الولاد الاشقياء اللي بيعملوا شقاوه وبيزعلوا اصحابهم؟ طبعا بيحبهم جدا، هو مش بيحب التصرفات الوحشه اللي بتضايق، لكن بيحبنا احنا جدا جدا، حتى لو شقيه طبعا بيحبني جدا. معقوله؟ ايوه. طب انتوا عارفين بقى انا كنت لسه بعمل ايه؟ القلب ده اللي على شكل ورده عشان يفكرني دايما قد ايه يسوع بيحبني مهما عملت اي حاجه وفي كل حالاتي. هتقولي لنا بيتعمل ازاي؟ ايوه تعالوا اعملوا معايا. شكله حلو قوي. هوريكم. هنجيب كرتون، انتوا كمان يا صحابي اعملوا معايا زي دي، هنجيب كرتونه كبيره كده وهنقسمها بالنص. انا كنت قاسمه واحده لونها احمر، وبعدين عشان بحب الاحمر هنطبقها كده اربعه. مركزين معايا؟ ايوه. وهنيجي عند الكورنر ده هنرسم زي نص قلب كده. اوكي اوكي. وهنقصقصه من فوق. انا اسفه يا تيكو، انا كنت بزعقلك جامد قوي. خلاص سامحني. رين. وهنجيب كرتونه تانيه بس اصغر شويه، انا ممكن اختار البينك. حلو. اصغر شويه وهنعمل فيها نفس الحاجه برضه. معنديش ازرق؟ عندي ازرق بس انا اخترت البينك بقى يا تيكو. خلاص ماشي. انت عارفه يا كوكي ان انا اكتر لون بحبه البينك؟ ايوه انا عارفه، عشان كده عملتهولك. شوفي بتحبيها اكتر مني. لا عشان بحب البينك زيها، المره الجايه اعمل لك اللون اللي انت عايزه. ماشي. هي بتحبنا احنا الاثنين. ايوه خلاص فهمت. زي بعض بالظبط. ماشي ماشي يا تيكو. وهنقصقص ده كمان. عارف انك بتحبني. وبعدين بص ده لما نفتحه هيعمل شكل ورده، هنفتحهم كده وهنلزق الصغير جوه الكبير. ايه ده؟ يعني هو كان قلبه بقى ورده؟ شفت بقى؟ ده ايه السحر ده؟ هنستخدم الكل ده. شكله حلو خالص. وانا هكتب فيه يسوع بيحب كوكي، هكتب اسمي انا، وانتوا كمان كل واحد يكتب اسمه. ممكن نقول قلبي بوم بوم؟ ممكن نقول قلبي بوم بوم. قلبي بوم بوم، قلبي بوم بوم، قلبي بوم بوم، قلبي بوم بوم، عارف انك بتحبني. لا 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 لا. خلاص يا تيكو صوتك جميل. كوكي. وهرسم قلوب صغننه كده من فوق. وانا اكتب بيحب تيكا. ايوه، وتيكو يكتب بيحب تيكو. وبعدين هجيب واحده من التانج ديبريسرز الملونه دي وهلزقها عشان اخليه زي العصايه كده يبقى معايا على طول، واحطه وقفه جنبي في الاوضه. نطبق القلب. ونجيب مسدس الشمع، حط نقطه صغنونه. ماما
ممكن اخلي ماما تساعدني عشان انا مش بعرف استخدم مقص الشمع ده. طبعا عشان ما تتلسعش، مهم قوي. والمقص كمان نخلي ماما تساعدنا في المقص عشان ما نتعورش. انا هساعدك يا تيكو. شكرا. وهيبقى عندنا ده، ممكن لو حد عايز يرسم عليه اي حاجه من بره انا ممكن اعمل سمايلي فيس كده زي ده كمان كده. هنفتحه عشان يفكرنا دايما ان يسوع بيحبنا كلنا زي بعض حتى من غير ما نعمل اي حاجه. هستناكم تعملوا وتوروني اللي انتوا عملتوه، وانتوا كمان. اوكي اوكي يلا باي باي.